شكرا السيد نائب المحترم. اولا خصنا غير نوضحوا بان الحكومه اتخذت قرارات جريئه في هذا المجال، وانتم تعلمون ذلك السيد النائب. هذه القضيه ديال القرار ديال السيد وزير الحكمه، القضيه ديال المنشور الوزاري المشترك ما بين وزير الداخليه ووزير الطاقه ووزير الحكمه، وكلها كانت تروم ان تحل اشكالات اللي كانت اشكالات اصبحت تكاد تكون اشكالات مستعصيه، خاصه بالنسبه لربط واحد العدد ديال المنازل في اطار بناء غير مهيكل الى غير ذلك. الان هذه القضيه ديال العدادات المشتركه صحيح الحصيله لا زالت متواضعه، لكن هذه بدايه. نحن نعالج اشكالات على المستوى الوطني اللي فيها اطراف اخرى للاسف الشديد لا تساهم دائما في حل الاشكالات بالنسبه للمواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الجماعات أو بعض الموزعين. لكن في العموم هذا الأمر هذا الآن قبض الطريق دياله، وأعتقد أن هذه السنة إن شاء الله ستشهد صعودا في هذا المؤشر ديال العدادات المشتركة. شكرا سيد الرئيس. السيد النائب، أنا صراحة كنت صريح وقلت فعلا الحصيلة متواضعة، وأشرت إلى بعض الإشكالات نحن بصدد معالجتها. فعلا كاين بعض التلكك، كاين بعض الاشكالات عند بعض الموزعين، وهذا في الحقيقه يتم مع الاسف ضد مصلحه المواطن، لان الدوريه المشتركه واضحه والقرار واضح. شكرا.